مشروع مدينة الكاظمية الجديدة هو أحد من أهم مشاريع في بغداد بعدة مزايا، منها موقع الاستراتيجي اللي هو قريب على مدينة الكاظمية المقدسة، وأيضا قربة من خط السريع اللي هو سريع البياع، وأيضا قربة إلى طريق محمد قاسم. مشروع مدينة الكاظمية الجديدة يحتوي على 3000 وحدة سكنية من البناء العمودي والأفقي، وأيضا يحتوي على مدينة مائية ومدينة ترفيهية، بالإضافة إلى نادي اجتماعي ومستشفى 50 سرير. يبدي مساحات البناء الوحدات السكنية الأفقية عندنا 3 فئات، 170 و 198 وعندنا 235، وعندنا الفلل توصل إلى 400 متر. مشروع مدينة الكاظمية حصل على إجازة الاستثمارية 25/2010 من قبل هيئة الاستثمار، وهي كانت الهيئة داعمة لهذه المشاريع. العراق كما تعلمون بحاجة إلى 3 مليون وحدة سكنية، فشجعنا أنه نبني هكذا مشاريع. وفر مشروع مدينة الكاظمية الجديدة ما يقارب من 1500 فرصة عمل إلى 2000 فرصة عمل. شجع الشركات المحلية والأجنبية بدخولها للسوق العراقي، كون السوق العراقي متعطش لهكذا مشاريع، وأشجعهم أنه تكون بها التنافس بين الشركات المحلية والأجنبية اللي هي مشاريع عملاقة.